النهارده هو جه النهارده والمسيح له المجد اتولد. مش النهارده بس اتولد، منين اتولد؟ في ملء الايه الزمان. ارسل الله ابنه مولودا من امراه، في ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا ايه من امراه. الحقيقه المسيح اللي جه ده هو الله الظاهر في الجسد، وعظمته ملهاش حدود. وعشان كده هنا هو في المزمور بيقول له كده: معك الرئاسة في يوم قوتك. الرئاسة دي اللي هي السلطان في يوم قوتك، يوم قوته، يوم الصليب لما ملك على الصليب. بيقول نعطى ابنا وايه، وهتكون الرئاسة على ايه، على كتفه. تكون الرئاسة عن السلطان بتاعه والملك بتاعه على كتفه. شال الصليب على ايه، على كتفه. المسيح لما جه يقول خليقة كلها تهللت بإيه؟ بمجيئك، زي ما احنا بنقول في صلاة باكر. وفي سفر عبرانيين يقول إذا أدخل البكر فلتسجد له جميع ملائكة إيه؟ الله. تسجد له جميع ملائكة الله. احنا شفنا الملاك اللي ظهر للرعاة وجمهور من الجند السماوي مسبحين وقائلين المجد لله في الأعالي. وإيه تاني بعد كده؟ وبالناس المصر. ناس المصر يعني ايه؟ يعني السرور هيبقى بالناس، يعني الرضا. الله هيرضى عن الناس، بالناس الايه المصر، بالناس المصر. هيبقى في مصرة بالناس. الموقف موقف كبير قوي قوي. ملايكة بتهتز والسماء بتهتز، لان الله اللي قبل الدهور، المولود قبل الدهور، اتى وتجسد من بطن العذراء واتحط في مزود. ودي بقت العلامة، زي ما كان بيقول لنا امبارح ابونا في السويس من السودان، كان بيقول لنا امبارح ويتأمل في الموضوع ده. العلامة اتضاعه، اتضاع عجيب جدا. قال لهم هتروحوا تلاقي العلامة ان هو ايه، موضوع في مزود، مضجعا في ايه، في مزود. لكن الحقيقة لما يجي حد عظيم كده يكون جاي والواحد يهمل ان هو يقابله او يشوفه او يستقبله او يهتم بيه، هيفوت منه البركات اللي هياخدها، هيفوت البركات اللي هياخدها. انا عايزكم تفكروا في القصة البسيطة بتاعت انبا بشوي، لما كان وعده المسيح انه يظهر له على الجبل، والرهبان كل واحد عايز يشوف المسيح ياخد بركة. اللي هيشوف المسيح ده هياخد بركة، ما حصلتش بعد كده. ياخد بركة، يتبارك منه اللي معاه السلطان. الله لما بيبارك بيدي عطايا، يدي نعم، مش عطايا مادية وبس، لا، المادية دي أقل حاجة. يدي فهم، يدي نعمة جوه في القلب، يدي السلام زي ما نقول هنا هوت على الأرض الإيه؟ السلام. يدي خلاص، يؤمر بخلاصي. قد إيه إحنا مفروض نحس بالحدث ده ونتلامس مع الحدث ده. عشان كده لازم كان البشرية رخرة إيه؟ تستقبله. لازم بشيء تستقبل. إذا كانت الملائكة جمهور مع الجند السمائي مسبحين وبيقولوا كده، وسفر العبرانيين بيقول إذا أدخل البكر فلتسجد له إيه؟ ملائكة الله بيسجدوا له، وناس من بعيد جايين يسجدوا المجوس، والرعاة دول النهاردة إيه؟ الرعاة دول. مين يا رب اللي يستقبلك؟ مين ده اللي يستقبلك؟ مين اللي يستقبل ربنا؟ قال المنتظرين، هو اللي منتظرينه، اللي ايه، اللي هو يكشف لهم ويقول لهم تعالوا خليكم في استقبالي. عارفين لما يكون في حفلة تشريف كبير كده، سيدنا البابا لرئيس لحد يبعتوا دعوة عشان يكون في ايه، مين اللي هيحضر الايه اللقاء ده اللي يستحق هذه الدعوة. يبعت لهم دعوة: تعالى فلان، تعالى فلان، تعالى فلان، تعالى فلان، انت ليك شرف انك ايه تحضر هذا اللقاء العظيم. فهنا مين اللي يحضر اللقاء العظيم دوت؟ مين اللي يدرى بمجيء المسيح؟ المسيح جه، لكن هل درى بيه الكل؟ لا، ما دراش بيه الكل. يعني الكتب والفرسين قال لهم اين يولد المسيح؟ فرير على طول راحوا فاتحين الكتب وقالوا له ده هيتولد في بيت لحم. طب بعدين، بعد ما يتولد في بيت لحم عملتوا ايه انتم؟ ولا حاجه، لا استقبلوه ولا راحوا له ولا خدوا بركه. بالعكس، بقت دينونة عليهم ان هم عارفين بالعقل وعارفين بالكتب، لكن ايه، ما اهتموش بيه.
ولا ايه، راحوا خدوا بركته، بالعكس بقوا ضده. ايه اللي حصل؟ اصل هم مش مستعدين ومش ايه منتظرين ومش عايزين، مشغولين في انشغالات كتيرة. معرفش كانوا ايه مشغولين في ايه، بينظفوا البيت مثلا ويعملوا الستاير ويعملوا كحك وبسكوت واللبس، ويروحوا فاكلوا فين ويعملوا ايه، ولا مشغولين بأشغالهم ومش فاضيين للعيد ولا غير عيد، احنا ده هو يوم زي الايام، ولا مشغولين بالايه، هنروح لمين ونعزم مين ونعزمش مين، ولا ده ما يتعزمش وده يتعزم، ونقابل ده لا ما اقعدش عند فلان، اصل فلان متخانق مع فلان ما اروحش عند فلان. الناس مشغولة بايه الناس؟ ولا مشغولين بحالهم ومشاكلهم؟ مشغولين بايه الناس؟ اعظم حدث ممكن اخد منه اعظم بركة روحية هو ايه؟ هو تجسد المسيح له المجد ومجيئه، لانه هو مش عايز يجي لبيت لحمه بس، ده عايز يجي لقلب كل واحد فينا. عمانوئيل الذي تفسيره الله ايه معنا، يلتمس مسكن مش لاقي مكان يقعد فيه، بيدور على بيت، يقول مش اعتباطا اتكتب الكلام ده، ما كانش له مكان في المنزل، فراح فين؟ ما لقاش غير فين اللي يا دوبك الزريبه دي، معلش اسمحوني اقولها بصراحه كده، اسمها زريبه يعني، ها، ملوش موضع ملوش مكان. هل المسيح له مكان في قلبك وانت وانتي وانا؟ عايزين نجري ونروح نقول له بارك بيتي، اشوفك وقابلك واخد بركه منك وانت تبارك حياتي. هيبارك بحياتي، هيبارك حياتي فعلا مش هزار. خلي بالكوا، اللقاء لقاء روحي، لقاء روحي يكشف عن عينين الرعاه ويقول لهم تعالوا انا عايزكم الدعوه ليكم، ويكشف عن عينين المجوس تعالوا انتوا كمان، ويكشف عن عينين حنة بنت فانوئيل اللي في الهيكل اللي كانت منتظرة فداء علشان تاخد بركة، ويكشف على عينين مين؟ سمعان الشيخ يأتي بالروح عشان ياخدوا بركة وياخدوا الخلاص. المسيح هو ده اللي بيأمر بالخلاص، يسوع المخلص. ايه رأيكم النهاردة نفرق قلبنا شوية وعقلنا ونطلبه بجد ونقول له اكشف عن عينينا عشان نعرف عظمتك، ونجري ونسجد لك بالروح والايه والحق، مش زي ما السمرية كانت عايزة تسجد في الجبل ده ولا الجبل ده، وازاي وتقصها ازاي وعمل ايه وبتاع وسوي ايه. لا، الذين يسجدون ايه لله فبالروح والحق ينبغي ايه ان يسجدوا. عايزين لقاء روحي مع المسيح النهاردة، وهذا اللقاء الروحي اللي مع المسيح يغير حياتي واحس مين عظمته، مين ده. فاكر في حلم الواحدة شافته ما كانتش مؤمنة، بتقول ان هو بتقول له يعني ايه ده مين ده بتاع، فشافته في الحلم قال لها انا الايه انا المسيح، ومد صباعه عليها كده، فبتقول صحيت من النوم حاسه ان في جبل على دماغها، جبل فوق دماغها من دوبك صباع كده بتستهتر هي، ففي الحلم حست ان المسيح جالها وقال لها ان هو ايه اعلن عن شخصيته، ومد صباعه بس كده، صباعه بس، ها، فملك الملوك ورب الارباب. ها، وفيما بعد هذه الانسانه بقت ثابته في الايمان وعرفت مين هو. احنا امام ملك الملوك ورب الارباب، عشان كده المجوز جايين ليه بالليل الليله دي، جايبين ايه هدايا؟ ملوك جايبين هدايا، الهدوء الملوك اللي جايبين الهدايا دي لها معنى انهم جايين يخضعوا له، يسجدوا له يعني يخضعوا له، والرعاه جايين بقلبهم يجروا، يقول مسرعين، لو تاخدوا بالكم جم مسرعين، جم ايه مسرعين، ورؤساء الكهنة والكتبة مالهم فتحوا نايمين، فعلا الحق كلمة نايمين دي، فتحوا الكتب وعرفوا هيجي فين بس هم ايه نايمين. ممكن نصرخ النهاردة في القداس ده وبالليل وطول النهار، اكشف عن عيني يا رب، لا ارى عجائب منين، من شريعتك بقى، لا اراك انت بقى، اراك انت يا رب، عايز اشوفك يا رب، عايز اشوفك يا ملك السلام، تسقط عني همومي ومشاكلي وضعفاتي وابقى في وضع تاني خالص، هسبح مع الملائكة وهرتل وهفرح، وكل اللي انا منشغل بيها يقع يسقط، واحس انه ملوش قيمة، وربنا يدبر كل اموري، وافرح انا وابشركم بفرح عظيم، انا ببشركم بفرح ايه عظيم، ولد لكم اليوم مخلص في مدينة داود. هو الرب، هو مين؟ هو المسيح يسوع، في مدينة داود اتولد ليكم النهاردة،
يا ريت النهارده يكون يوم سوري اخر، مش هطول عليكم، ما نحبش نطول في قداس البرمون، لكن في نفس الوقت عايز نصرخ ونقول له احسبنا مع الرعاه، مع المجوس، مع الناس البسطة اللي شافوك واللي كانوا منتظرينك. عايزين لقاء روحي معاك. لقاء ايه؟ روحي معاك. لقاء روحي معاك. عايز تلامس معاك النهارده بطريقه روحيه. مش اليوم ده يوم ايه؟ يوم المشكله الفلانيه والمشكله العلانيه والتركانيه. لو كان معانا وشفناه معانا الدنيا كلها والابديه كلها، مش الدنيا وبس، والابديه. عشان كده المزمور تاني: معك الرياسه في يوم قوتك في بهاء القديسين. القديسين هيجوا في بهاء، هيديهم بهاء هو، هيديهم بهاء هو في بهاء القديسين. قبل كوكب الصبح ولدتك. كلمة قبل كوكب الصبح ولدتك، كوكب الصبح ده اللي بيطلع قبل ما الشمس، الفجر قبل ما الشمس تطلع، يبشر بإيه؟ بمجيء الإيه؟ الشمس. لكن قبليه يعني هو منذ الأزل، هو الله. قبل كوكب، قبليه كمان، قبل كوكب الصبح، منذ الأزل وإلى الأبد. ربنا يدينا كلنا لقاء روحي. هنقول تاني، عايزين إيه النهاردة؟ أشوفك بطريقة روحية، تمس روحي، تمس قلبي، تمس فكري، تمس حياتي. لقاء روحي معاك يا رب، تنكشف عينين ذهن قلبي من جوه، عينين قلبي من جوه وذهن قلبي، عواطفي، مشاعري، أفكاري، داخلي، روحي، تبتهج روحي زي ما العذراء قالت بالله إيه مخلصي. أشوفك بالروح يا رب، أشوفك يا رب بالروح يا رب، روحي تفرح وتستقبل البركات. أستقبلك يا رب وقت بركتك يا الله إلهنا اللي ملهاش حدود. كل سنة وانتم طيبين، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين. في برسين وسمار أيام نمي وسيف نمسى قالوا مين